وصلنا إلى أخبار الطقس. إيه أخباره؟ لدينا أخبار لطيفة جدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى معدلات طبيعية في هذا التوقيت من العام، بداية من النهاردة، وبالتالي يعني يعني الجو لطيف ويتحسن بشكل كبير. طب الحمد لله الطقس يعني رجع تاني لمعدلاته الطبيعية، والخريف بنستمتع بيه في مصر. تمام، خلينا بقى ننتقل لفقرات الصحافة. احنا هيكون معنا درجات الحرارة، لكن هنتكلم على النشاط للرياح موجود في بعض المناطق الغربية من مصر، كذلك على الساحل الشمالي، والشبورة المائية في فرص لتكونها يعني أثناء فترات الصباح الأولى لما الناس بتنزل من بيتها، فنخلي بالنا طبعا طبعا من الناس المتجهين نحو الشمال والساحل الشمالي أو اسكندرية والمناطق أمطار دي. كمان كمان أمطار؟ طب خفيفة. لا فرص أمطار في خفيفة في الأمطار في الفترة الحالية أو فترة الخريف تبقى ممتعة وجو رائع ورومانسي، يعني ده شيء لطيف جدا، بحفز الساده المشاهدين على الرومانسيه. طيب تعالوا نشوف درجه الحراره.